مع انحسار تنظيم داعش الإرهابي في حيز جغرافي ضيق على الحدود السورية العراقية، تتصاعد المخاوف العراقية من أن يتسلل عناصر داعش مجدداً إلى أراضيها. هذا ما دفع الحكومة العراقية إلى تأمين حدودها مع سوريا. اللواء الركن قاسم محمد صالح قائد عمليات الجزيرة غرب العراق قال إن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل من الجيش العراقي المتمثل بالفرقتين السابعة والثامنة لقيادة عملية الجزيرة، مؤكداً إن الاستعدادات جارية لصد أي هجوم، والإجراءات المكثفة جاءت بعد الأحداث الأخيرة على الحدود فضلاً عن بعض القرى السورية التي سيطرت عليها الزمر الإرهابية. وأشار اللواء إلى أن الشريط الحدودي العراقي يحميه الجيش وشرطة الحدود من أطراف بلدة القائم غرباً إلى منطقة البوكمال والباغوز باتجاه منطقة الطريفاوي وتل صفوق المرتبط بقيادة عملية نينوى. مديرية الاستخبارات العسكرية العامة من جهتها أعلنت إن مفارز المديرية في فوج استطلاع الفرقة العاشرة، واستناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين في منطقة البوذياب في الأنبار.